أهلا بكم. 12 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. معكم مشاهدين في هذه التغطية المباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري لمتابعة انتخابات الرئاسة الأمريكية ونتيجتها. معكم في تغطية مباشرة عبر مراسلين من المدن والولايات الأمريكية، ومن خلال أيضا ضيوفنا في الاستوديو. اليوم يدلي عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم المقبل ما بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تجرى وسط توتر وانقسام شديدين، وتنطوي على رهانات كبرى للولايات المتحدة ولباقي العالم. من نيويورك إلى لوس أنجلوس، من الغرب الأوسط إلى فلوريدا، وقف الناخبون في صفوف انتظار طويلة أمام مراكز الاقتراع. وفي نداء أخير إلى الناخبين، أعلنت نائبة الرئيس التي قد تصبح في حال فوزها أول امرأة على رأس أكبر قوة في العالم، أشجع الجميع على الخروج والإدلاء بأصواتهم. أما خصمها الجمهوري الذي قلب الطاولة وعاد إلى المعترك السياسي بعد صدور حكم قضائي بحقه، فأكد أنه واثق للغاية من الفوز بعد الإدلاء بصوته في ويست بالم بيتش قرب مقر إقامته في ولاية فلوريدا. الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عاماً تعهد بالإقرار بهزيمته في حال خسر إذا كانت الانتخابات عادلة. أكثر من 85 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم بالاقتراع المبكر وأدلوا بالفعل، ولكن يستحيل معرفة إن كانت عملية فرز الأصوات ستستغرق ساعات أو أيام وصولاً إلى إعلان الفائز بين مرشحين على طرفي نقيض تماماً. أياً كان الفائز، فإن النتيجة ستكون بلا شك تاريخية، فإما أن ينتخب الأمريكيون للمرة الأولى امرأة في البيت الأبيض أو مرشحاً شعبوياً مداناً في قضايا جنائية ومستهدفاً بملاحقات قضائية عدة أدخلت ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021 البلاد والعالم في سلسلة متواصلة من التقلبات والهزات. آخر استطلاعات الرأي تظهر تعادلاً شبه تام بين المرشحين في الولايات السبع المتأرجحة والحاسمة التي ستمنح أحدهما في ظل انتظام الاقتراع العام غير المباشر العدد الكافي من الناخبين الكبار لبلوغ عتبة 270 من أصل 538 عضواً في الهيئة الناخبة والفوز بالبيت الأبيض. بعض مراكز الاقتراع أحيطت بإجراءات أمنية مكثفة مع نشر مسيرات وقناصة على الأسطح. معكم مشاهدينا تبدأ التغطية على شاشة التلفزيون المصرية لوقائع انتخاب الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية.